الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، ما زال حديثنا موصولا عن فضيلة النظام، النظام في القول، النظام في العمل، النظام في السلوك، النظام في المأكل، النظام في المشرب، النظام في التعامل مع الغير. وقلنا بأن هذا الكون العظيم الفسيح قد أقامه الله سبحانه وتعالى على النظام الدقيق، على الترتيب الحكيم، على التنسيق البديع. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقلنا بأن من الأدلة على ذلك هذه الكواكب التي نراها من شمس ومن قمر ومن نجوم، تشرق بنظام وتغيب بنظام، الليل والنهار كلاهما يعقب الآخر بنظام دقيق. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. لكن قد يسأل سائل ويقول: هل يكفي هذا لكي يقتنع الناس بأن هذا الكون قد أوجده الله سبحانه وتعالى على هذا النظام البديع؟ والجواب: من أساليب القرآن تلوين الأدلة. انظر إلى العبادات التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، انظر إلى العبادات، من صلاة، من زكاة، من صيام، من حج لمن استطاع إليه سبيلا، انظر إليها، ألا ترى أنها كلها شرعها الله سبحانه وتعالى بنظام دقيق وبترتيب محكم وبتنسيق بديع؟ الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هل تركها الله سبحانه وتعالى لكي نقيمها على حسب أمزجتنا وعقولنا وأهوائنا؟ لا، وإنما حدد الله تعالى مواقيتها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففصل كل ذلك تفصيلا حكيما. ونجد أن الله سبحانه وتعالى بين لنا بأن لكل صلاة وقتا محددا منظما لا يصح للعاقل أن يتجاوزه. ولذلك نجد من الآيات القرآنية التي أكدت هذه الحقيقة قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الآية الكريمة جاءت بعد آية أخرى طويلة تتحدث عن صلاة الخوف في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية الكريمة. ثم يقول عز وجل في هذه الآية:
فإذا قضيتم الصلاة وأنتم في حال القتال وانتهيتم من صلاتكم فإذا قضيتم الصلاة فأكثروا من ذكر الله، لأن ذكر الله عز وجل هو طب القلوب ودواؤها، وهو عافية الأبدان وشفاؤها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا قضيتم الصلاة انتهيتم من صلاة الخوف التي أديتموها وأنتم تقاتلون أعداءكم، فإذا قضيتم الصلاة فأكثروا من ذكر الله، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم وزال الخوف وانتهى القتال وانتهت الحرب وأيدكم الله تعالى بنصره، فإذا اطمأننتم فأقيموا، داوموا على إقامة الصلاة. لما؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي فرضا موقوتا، أي لها مواقيت محددة لا يجوز لعاقل أن يتجاوزها. صلاة الصبح يجب أن تكون قبل طلوع الشمس، صلاة الظهر لها وقت معين يجب أن تؤدى فيه، كذلك صلاة العصر، كذلك صلاة المغرب، كذلك صلاة العشاء. هذا معنى قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي فرضا موقوتا، يعني محددا بأوقات معينة لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها. إذا ما اتجهنا إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤدي كل صلاة في وقتها. والسيدة عائشة تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون معنا، يكون مع أهل بيته، يحدثنا ونحدثه، ويؤانسنا ونؤانسه، ويسامرنا ونسامره، فإذا حضر وقت الصلاة انصرف عنا حتى لكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وعندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يسرع في صلاته ينقرها نقر الغراب كما يقولون، قال له يا فلان صل فإنك لم تصلي. فأعاد الرجل صلاته، فقال له الرسول ما قاله أولا، ثم قال الرجل يا رسول الله والله لا أحسن غير هذه الصلاة فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بتواضع وبأدب، وقال له ما ملخصه، ما معناه؟ إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ الفاتحة وما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل واقفا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هكذا نرى أن الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام أقامها الله سبحانه وتعالى في شريعته على هذا التنظيم الحكيم والترتيب القويم والتنسيق البديع، فعلينا أن نبني حياتنا على النظام في كل شيء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.